ستكون نتيجة منطقية، نتيجة منطقية لأنه حتى تطوان هاجمت في أكثر من مرة وكان ممكن أن تفوز على فكرة. كرة أمامية، هذا هو لاعب كروش خضروف، هدف القاتل المغرب التطواني، المغرب التطواني يحسب الأمور، المغرب التطواني ومباراة التتويج بلقب الدوري المغربي ممكن، هدف يساوي لقب ممكن، هدف يساوي لقب ممكن. التطوانيون هنا يقضون على أحلام الرشاويين للانتصار في هذه المباراة. تطوان تكشر عن الألياب، هي الحمامة، حمامة السلام، هنا ترفرف بمركب محمد الخامس، سيام بريبالو ما تتفاعل مع التطوانيين. خضروف التسديدة في القائم تصل لزيد كروش، موخر العسكري، هي في الشباك يا العسكري، شيبه من الشبكه يا العسكري، ماركه مغربيه مسجله، شيبه من الشبكه يا العسكري، 1-0.